موجز لأهم الأخبار من قناة النبأ، أهلا بكم. أفادت مصادر محلية بدرنا بأن ميليشيات الكرامة أحرقت قرابة 20 منزلا لمواطنين من المدينة. وقالت مصادر النبأ أن المنازل تقع في مناطق متفرقة من المدينة، بينها حي المغار وشيحة الشرقية ومنطقة الساحل. كما أحرق منزل أحد مقاتلي قوة حماية درنا أنيس مكرز. دعا عضو مجلس النواب عبد السلام نصية المؤسسات التشريعية والتنفيذية والنخب والقبائل للعمل على تهيئة الوضع لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأكد نصية في تدوينة عبر صفحته بفيسبوك على ضرورة تفويت الفرصة على من أسماهم بأصحاب مشروع الفوضى في داخل ليبيا وخارجها حسب تعبيره. وقال عضو مجلس النواب أن هزيمة الإرهاب والخارجين عن القانون ومنع التدخل الأجنبي لا يكون إلا من خلال مشروع المؤسسات المدنية والأمنية وفق قوله. أكد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني بأنه ليس هناك أي مشكلة في العاصمة الليبية طرابلس بالنسبة لحقوق الإنسان، وأنه سيقوم بزيارة لليبيا قريبا. تاياني وخلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل أوضح أن البرلمان الأوروبي يتابع ذلك من خلال بعثته في ليبيا، داعيا إلى الاستمرار في مراقبة الوضع حسب تعبيره. ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص 6 مليارات يورو من أجل إغلاق ما وصفه بطريق المتوسط الذي يعبر من خلاله المهاجرين باتجاه أوروبا، وإلى وضع مخطط للقضاء على الأسباب العميقة للهجرة القادمة من القارة السمراء. نفت الناطقة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سوسن غوشا علمها بتكليف القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز بمهام نائب المبعوث الأممي غسان سلامة. وقالت غوشا في اتصال مع النبأ إن مثل هذه القرارات تتخذ في نيويورك ويعلن عنها رسميا من قبل مكتب الأمين العام للأمم المتحدة. يشار إلى أن وسائل إعلام قد تناقلت اليومين الماضيين خبر تعيين القائمة بأعمال السفارة الأمريكية ضمن فريق البعثة الأممية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.